مرحبا بيكم في حلقة جديدة النهاردة وفيديو جديد. مبدئيا عايزة اشكركم بجد كل الناس اللي بعتتلي تسأل عليا عشان بقالي يومين مش بعمل فيديوز، ف thank you. بجد اتبسطت قوي ان انتم مركزين ان انا بقالي فترة مش بعمل فيديوز. النهاردة قررت اعمل لكم فيديو عن الابراج الاكتر، يعني هنرتب الابراج، وموضوع النهاردة مستوحى من قصة حقيقية حصلت معايا. مش هقول القصة، بس انا قررت ان انا اساعد ناس كتير جدا مرتبطة بالابراج دي عشان يعرفوا حقيقتهم. فهنتكلم النهاردة عن مين هم اكتر الابراج اللي عندهم قدرة رهيبة على اخفاء مشاعرها. يعني الابراج اللي انا هقول عليها دي، الابراج دي ممكن يكونوا بيحبوك وبيموتوا فيك وحاسين بمشاعر كتير جدا جدا ناحيتك، او ان انت وحشهم، او ان في مشاعر ناحيتك، بس عندهم قدرة ان هم يتحكموا في مشاعرهم بقدرة رهيبة جدا جدا، لدرجة ان هم يعني انت هتحس كده ان هم ازاي بيعملوا كده. يعني اكيد هم مش بيحبني، اكيد هم مش مهتم بيا، لان هو بيعرف يتحكم بمشاعره بشكل قوي جدا جدا جدا. طيب عايزاكم بقى تتوقعوا مين اكتر 3 ابراج بيقدروا يتحكموا في مشاعرهم وممكن يبينوا عكس اللي جواه. ممكن يكون بيحبوك جدا جدا بس تحكموا في حبهم ليك لدرجه ان انت تشك ان مفيش اي مشاعر جواهم ليك. طيب انا هرتبهم من مركز ال 12 عشان ناس كتير بيقولوا لي ممكن ترتبيهم. انا كنت اقول اكتر 6 ابراج بس قررت وانا جوه الفيديو لا، انا هعملهم يعني من اول البرج، يعني بالترتيب من تحت لفوق، يعني من اول بالترتيب يعني. اوكي طيب، على فكره الابراج دي تعتبر حاجه كويسه ان الشخص يكون عنده قدره قويه ان هو يتحكم في مشاعره، فهي ميزه حلوه بس بتبقى متعبه ومجهده جدا للشخص اللي معاه او البارتنر بتاعه. طيب في المركز ال 12 من اكتر الابراج اللي ما بتخفيش مشاعرها، الابراج دي على طول وانس ان في مشاعر من ناحيتهم على طول هيبان عليهم وهتبقى عارف ومتاكد ان في مشاعر من ناحيتهم ليك، برج القوس. برج القوس برج صريح، برج سرس، مش فادي، مش عايز وجع دماغه، ما بيحبش قرف، يعني هو هينجز ولما يكون معجب بيك هيقول لك، وهو صريح جدا جدا وستريت فورورد، ومن اول يوم شافك فيه هيبان هو معجب بيك ولا مش معجب بيك، لان لو هو مش معجب بيك هينفض لك اصلا ومش هيتعامل معاك. يعني هو مش هيبقى عايز يضيع وقته ولا يضيع مجهود ولا يضيع مشاعره، لانه مش برج كمان عاطفي قوي. فبرج القوس هنعتبره في المرتبه ال 12 ان هو من الابراج اللي مش بيخفي مشاعره اصلا. طيب بعد كده عندنا في المركز العاشر اخوه وابن خالته و المجموعة النارية، اكيد عرفتوه، برج الحمل. انا بقى خبرة في برج الحمل. برج الحمل يا جماعة من اول يوم، من اول ما عينك تيجي في عينه انت ممكن تعرفه بيحبك ولا مش بيحبك، لانه برج برضو ستريت فورورد، بيجيب من الاخر، مستعجل، ما عندوش وقت، بيزهق بسرعة، فعلى طول هو كمان غيور جدا، فوانس ان هو هيبدأ يحبك ويحس مشاعر حواليك مش هيعرف يخفي غيرته، فبالتالي غيرته هتبقى واضحة قوي قوي عليه واهتمامه، لان الحمل لما بيحب بيهتم قوي، فتلاقيه بقى ايه مركز في تفاصيلك، مركز في كل حاجة عنك، وبيسألك اسئلة كتير جدا جدا، وعايزة مش عايزك تتحرك غير ما يعرف، فهتبقى عارف خلاص ومتأكد ان برج الحمل ده بيحبك قوي، ان في مشاعر قويه وفياضه جدا ناحيتك. فالحمل من تاني يوم والله تاني خروجه هتعرفه، تحدي يعني، اول ما الحمل هيحبك هيبان هيبان هيبان. طيب نيجي بعد كده عندنا التالت برج او المركز التاسع، هي 9 10 لا احنا قلنا 12 11، يبقى المركز العاشر عندنا برج برده من الابراج اللي هيبان عليهم جدا، برج الحوت، لان برج الحوت برج رومانسي قوي، برج عاطفي جدا، برج بيدلدق حنان، بيدلدق حب، فوانس ان هو يحبك برده هو غيور جدا ومتسلط، فيبقى عايز يمشي رايه، عايز يكون موجود في حياتك، مش عايزك تعمل حاجه غير لما يكون موجود، بالرغم ان هو لو ركز شويه ممكن يبين مشاعره، بس الحوت اصلا حبيب قوي، فهو وانس ان هو انت عجبته بقى خلاص عايز بقى يعيش قصه الحب، وهو بيحب الحب، فيبقى ايه بقى هيبقى متسرع جدا، لان هو عايز بقى يحبك ويبين حبك ويقول لك كلام حلو وانت تقوله كلام حلو، فيبقى مستعجل جدا في الحته دي، فهو هيبين لك وهيبان عليه ان هو شو برج رومانسي، برج عاطفي. اوكي طيب، يبقى احنا كده خلصنا دول اكتر 3 ابراج لما بيحبوا هيبان عليهم جدا. نيجي بقى في الابراج النص، بس قريب يعني، يعتبر قريبين من الثلاث ابراج دولت يعني، بس هم ايه اكتر منهم شويه، ممكن يخبوا مشاعرهم شويه. طيب في المرتبه اللي احنا قلنا كام، 10، يبقى 9. في المرتبة التاسعة اقول لكم برج ايه يا روشا، برج الاسد. برج الاسد كمان من الابراج اللي هيبان عليه، وبرده هو برج ناري، هيبان عليه ليه؟ لان برج الاسد برده رومانسي، بيحب الحب، بيحب يعيش قصة حب، وهو كمان علشان هو بيحب
غيور وعنده حب تسلط حب، فتلاقي الاسد بيلحقك بقى يعني، خاصه لو راجل اسد، اللي هو ايه ده انت خارجه مع مين وخارجه ليه وهتخرجي امتى وهترجعي امتى، ايه ده انت اشتريتي من الكلمه من غير ما تحكي لي، هيبقى عايز تفاصيل كتير. هو متسلط قوي وبيحب جدا وبيحب الكنترول، فتلاقي بيكنترولك او بيكنترول الشخص اللي معاه، فبالتالي او بيغير عليه عايز يتحكم فيه، فبالتالي اي شخص مع برج الاسد هيعرف وهيلقط على طول ان برج الاسد معجب بيه. طيب نيجي بعد كده على المرتبه الثامنه. في المرتبة التامنة هيجي عندنا بفكر ماشي، هيجي عندنا برج الميزان. برج الميزان برضو ابراج بقى وسطية، بس برج الميزان ذكي شوية، ممكن يبدأ يعني يلعب عليك ويغير مشاعره، فهي يعني تريكي شوية غير الابراج التانية. يعني ميزان بيعرف يتحكم في مشاعره اكتر من الابراج اللي انا قلتها طبعا، اكتر من الاسد، اكتر من حمل، اكتر من قوس، واكتر من الحوت. طيب في المرتبة السابعة، وخلاص احنا بدأنا ندخل في الابراج اللي عندها قدرة على التحكم في مشاعرها، يعني الابراج دي بتعرف تتحكم في مشاعرها اكتر من الابراج الاخرى. تخيلوا مين، انا عايزاكم تتوقعوا مين اكتر الثلاثه الاولانيين، اصل انا حافظاهم يعني، يعني قولوا لي مين المركز الاول وقولوا لي مين المركز الثاني والثالث في الابراج اللي بتعرف تخفي مشاعرها بطريقه ممكن تجننك، يعني ممكن تجيب لك كلو في دماغك من كتر ما هم شاطرين. وعايزه اقول لهم شابو يعني، برافو عليكم ان هم بيعرفوا يكنترولوا مشاعرهم. طيب بعد كده يبقى احنا قلنا بعد برج انا محتاره بصراحه، برج العقرب. برج العقرب برده من الابراج الرومانسيه جدا، من الابراج العاطفيه الايموشنال، فهو وسط يعني. برج العقرب شويه غموض، فعشان كده مش زي الحوت مثلا، لا فهو بيعرف بشويه غموض يعني ايه يحيرك شويه، بس هو برده هيبان عليه مشاعره لان هو متحكم وغيور، ويعني هو عاطفي اكتر من ان هو عقلاني، فبالتالي قلبه وعاطفه اللي بتتحكم فيه، فهيبين لك ان هو بيحبك. ممكن شويه يبقى تريكي في البدايه بس، لان العقرب ما بيثقش في حد، في عشان كده ما حطيتهوش، حطيته في النص لانه شكاك شويه يعني. على فكره كل الابراج اللي هنقول عليها بعد كده هم ابراج ما بيدوش ثقتهم للناس بسهوله، بلس هم ابراج شكاكه وبطاء شويه، ما بياخدوش خطوات سريعه. فالعقرب كده، العقرب شكاك، فممكن يتاخر شويه عشان هو شاكك انت بتحبه ولا لا، مشاعره ناحيتك قويه ولا لا. يبقى كده خلصنا المرتبه السابعه. دول بقى خلاص احنا خلصنا كده، السته الجايين دول هم الحريفه بقى، اللعيبه الاقويه جدا جدا، الناس اللي هم بقى ايه بيجيبوا من الاخر، بيعرفوا بنسبه كبيره جدا جدا ان هم يغيروا مشاعرهم، وان هم يعني بينوا عكس اللي جواهم، يعني ممكن يكون بيحبك وبيموت فيك وبين لك ان هو لا يبالي البعيد ولا في دماغه اصلا، ومفيش اي حاجه في دماغه وهو مش مهتم. طيب في المرتبه السادسه هيجي عندنا برج انا محتاره بصراحه، في حاجات كتيره قوي محتاره فيها. هو ده المرتبه السادسه ولا الخامسه؟ استنوا كده نعد. انا قلت مين لقب خلاص البرج. طيب في المرتبه السادسه هيجي عندنا برج الجوزاء. برج الجوزاء من الابراج بقى اللي ايه محترف ان هو، لان هو مش رومانسي قوي، مش عاطفي قوي، هيبقى بيحيرك وبيهزر كتير مع الناس كلها وسوشيال قوي، فانت مش هتبقى يعني مش هتبقى متاكد هو بيحبك ولا لا، مش هتبقى متاكد هو مشاعره حقيقيه من ناحيتك ولا لا، غير بس من حاجه واحده، نوع فضولي، فتحس ان هو لو هو معجب بيك هيبقى بيسالك اسئله كتير جدا، عايز يعرف عنك كل حاجه، فبالتالي دي الحاجه الوحيده اللي ممكن تخليك يبان. اما هو شخص مش هيبان بسرعه ان هو بيحبك، بيعرف يبين عكس اللي جواه، شخص ذكي جدا، شخص لا ذكي، جوزاء ذكي، ولو عايز ما يبينش مش هيبين. طيب في المرتبه الخامسه يبقى احنا كده وصلنا للتوب 5. الفروق بقى ما بينهم مش قويه قوي، بس توب 3 ممكن يكونوا بقى دولة الاقوى شويه، بس هم الخمسه الجايين يعني اساتذه ورئيس القسم يا جماعه، ان هم يبينوا عكس اللي جواهم، ان هم يخبوا مشاعرهم ويخبوا حبهم ويخبوا، وتبقى وحشهم وهيموتوا ويكلموك وما يكلموكش، بيعرفوا يكنترولوا مشاعرهم بشكل غير طبيعي بالمره. اوكي طيب في المرتبه الخامسه هيجي عندنا برج السرطان. برج السرطان المائي من الابراج اللي مش سهل يعبر عن مشاعره، برج غامض جدا، برج يعني هو رومانسي طبعا وحبيب وبيحب الحب وبيحب يعيش قصه حب، الا ان برج السرطان ممكن تفضل فتره كبيره جدا هم بيتكلمش كتير، مش متحدث يعني، فبالتالي بيعرف يخبي مشاعره وبيعرف يبقى غامض، وممكن يبقى غيران وهيتقطع من الغيره كده وابن اللذينه بيعرف يعمل كده يعني. انا عارفه السرطان ده، عندي خبره فيه. فالسرطان ما بيبينش غيرته، ما بيبينش رياكشناته، ما بيبينش ردود افعاله، فبالتالي تريكي جدا لاي حد يتعامل مع السرطان ان هو يعرف. عشان كده يا جماعه لو حد مرتبط ببرج السرطان او بيكراش على برج السرطان او معجب ببرج السرطان لحد دلوقتي مش متاكد، عايز اقول لك ان ممكن بيكون بنسبه 80% اصلا هو معجب بيك، بس هو ابن لعيبه ما بيبينش. طيب نيجي بعد كده على البرج اللي في المرتبه الرابعه، وهو برج الجدي الترابي.
جينا بقى الاساتذه ورؤساء القسم اللي بجد. برج الجدي الترابي برج رزين غامض بطيء ما بيتسرعش، يعني ممكن يفضل سنين بيحبك ولسه بيحطك تحت الاختبار اصلا، لان هو مش سهل يقع في الحب، ومش الابراج الجايه دي ولا سهل يقع في الحب، وكمان مش ابراج عاطفيه، وكمان هم بطاء. اوكي، فالجدي بطيء ما بيثقش في حد بسهوله، بيعرف يتحكم في مشاعره بنسبه 90%، يعني بيعرف يبين عكس اللي جواه، تقيل اصلا رزين، فهو يعني شابو يعني استاذ ورئيس قسم. ده في المرتبه ايه احنا خلصنا كل الابراج ولا ايه؟ في المرتبه الرابعه ولا كام؟ الرابعه الثالثه، في الرابعه. طيب جينا بقى التوب 3، يعني العمالقه الثلاثه اللي اللي صعب جدا جدا يبينوا اللي جواهم وغامضين وصعبين جدا جدا. في المرتبة الثالثة هيجي عندنا برج الدلو. برج الدلو يا جماعة ده من الأبراج، يعني هو تقريبا برج الهواء اللي صمد معانا للنهاية. برج الدلو برج مش عاطفي، مش رومانسي، هو بيعرف يتحكم بمشاعره كتير جدا جدا، مش صعب جدا يقع في الحب، مش سهل يقع في الحب، بيعرف يتحكم في مشاعره بنسبة 99%، يعني ممكن يحط قلبه كده على جنبه ويقعد يتعامل معاك من غير عواطف خالص، عواطف مش موجودة، وذكي جدا ما تعرفش تفهمه، يعني برج الدلو برج ذكي ذكي ذكي، فصعب جدا جدا تفهمه، صعب تفهم بيفكر ازاي، صعب تفهم هو عايز ايه، فهو برج. وغير كده كمان هو اجتماعي، فتلاقيه مع الناس كلها بتعامل معهم كويس، فانت هتحتاره، مع انه غيور جدا بس بيعرف يتحكم في غيرته، بيعرف بيبينها بس بيبينها بذكاء. بس برج الدلو من الابراج كمان بيستخدم مايند سكيم كتيره قوي ما بتفهملوش. بقى جينا في التوب 2 المرتبه الثانيه، واكيد انتوا عرفتوهم، مش فاضل غير برجين بس تتوقعوا مين المركز الاول. في المرتبه الثانيه وبجداره برجي انا، برج العذراء. يا جماعه انا هقول لكم مشكله برج العذراء ان هو بيتكسف، مش بيعبر عن الحب لان هو بيتكسف، يعني مثلا مش هيقولك بحبك، مش هيقولك كلام حلو كتير، وما بيهتمش كمان، يعني هو مش بيهتم، فبالتالي ممكن يكون بيحبك جدا وما بيهتمش بيك، فانت هتبقى تتجنن يا ربي هو بيحبني ولا مش بيحبني، لان هو مش مهتم، ما بيبينش اهتمامه وما بيقعدش يجري وراك. غير كده كمان هو بيتكسف، ما بيقولش كلام حلو، ما بيقعدش يقول حبيبي وروح قلبي وحشتني، فانت تبقى حاسس ان انت شخص عادي جدا جدا. فالعذراء من الاشخاص الغامضه، الاشخاص اللي ما بيكلموش كتير، بيعرفوا يتحكموا في مشاعرهم، وهم عقلانيين ومنطقيين، تقال رازين، حتى غيرته العذراء ما بيبينش غيرته، يعني العذراء مش من الابراج الغيوره جدا، بس اللي صعب يبين غيرتها لان هو بيتكسف، بيحس ان عنده عزه نفسه وكبرياء تمنعه ان هو يعني يبين غيرته. يعني كده بقى على الملك بتاع خفي المشاعر، انا عامله بقى الفيديو النهارده عشان الملك بتاعهم ده، برج الثور. برج الثور يا جماعه بطيء بطيء، يعني برج الثور ده ممكن يقعد يدرسك ويدرس شخصيتك ويفهمك في 3 4 سنين كده، وهو بيحبك وفي مشاعر قويه ناحيتك، في طاقه حب بتقطع فيه، بس مش هيجي يعترف لك، وصعب يقول لك، وتقعد تشد منه الكلام الحلو، اوف يا خراشي، ما بيقولش بقى كلام حلو خالص، يعني ممكن يبقى عشان يعني يقول كلمه بحبك او وحشتني او عايز اتكلم معاك، وتلاقيه ما بياخدش الخطوه الاولى. برج الثور ده انت لازم تروح تشده من لغلوغه كده عشان يبدا الخطوه الاولى، لازم تبتدي معاه دايما، لان هو عاده مش هياخد معاك الخطوه الاولى. كمان هو تقيل قوي ورزين وما بيتكلمش كتير وهادي، فهو مش سهل، يعني هو بطيء في ان هو يعبر عن مشاعره، بطيء ان هو يتكلم عن الحب، بطيء ان هو يكون مش بيبين. برج الثور فعلا مش بيبين مشاعره الحقيقيه، صعب جدا. فهو يا جماعه برج الثور ده انا عايزه اقول لكم ان بنسبه 90% 99% لو انتوا شاكين هو بيحبكم ولا لا، هو بيحبكم، لان هو ما بينش اي حاجه، ما فيش اي علامات يا جماعه، ما فيش اي علامات، ورغم ان هو غيور وكل حاجه، بس هيقعد يعملها لك بطريقه كده، بيلف ودور كده في موضوع الغيره ده، يعني ده لو انتوا لسه هو ما اعترفلكش بحبه، فانت بقى ايه، خلي بالك طويل معاه، طويل قوي، لان ممكن تفضل سنين وسنين ولسه مش بيقول لك اي كلمه حلوه، ولا بيهتم ولا بيسال ولا بيتصل، تلاقيك انت اللي بتروح تجري. هما دولت يا جماعه الابراج اللي بيعرفوا يبينوا عكس مشاعرهم. بليز قولوا لي ايه رايكم، قولوا لي انتم متفقين معايا ولا لا، بليز ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، تابعوني على السوشيال ميديا، وقولوا لي مين اكتر 3 ابراج اتعاملتوا معاهم شفتوهم بيعرفوا يبينوا مشاعرهم، وايه اكتر 3 ابراج بيعرفوا شفتوهم بيبينوا مشاعرهم على طول، قولوا لي توب 3 من فوق ومن تحت، قولوا لي بتتفقوا معايا ولا لا. بس انا بشوف ان هي حاجه
لطيفه ان انت تكون بتعرف تخبي مشاعرك وتبين عكس مشاعرك، يبقى هما التوب 3 دلو عذراء تور. ثانك يو، بحبكم جدا جدا، اعملوا شير كتير كتير للابراج الثلاثه اللي بيعرفوا يخبوا مشاعرهم واصحابكم المرتبطين بيهم عشان يعرفوا ان الابراج دي مش سهله اطلاقا. ثانك يو، بحبكم، باي باي، مع السلامه.